الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا في مستهل هذه الدورة العلمية التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك في المسجد الحرام في أروقة المسجد الحرام، وتبث عن بعد عبر منصات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأشكر المسؤولين في الرئاسة وأشكر الإخوة في التوجيه والإرشاد على ترتيب وتنظيم هذه الدورة العلمية. وستكون مشاركتي في هذه الدورة في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، شرح كتاب الحج من دليل الطالب، من هذا المتن المبارك لمرعي الكرمي. وسنقتصر في هذه الدورة على شرح كتاب الحج من هذا المتن، وقد شرحت هذا المتن كاملا في كتاب السلسبيل في شرح الدليل، فمن أراد مزيدا من التوسع فليرجع لهذا الكتاب. السلسبيل في شرح الدليل يقع في 8 مجلدات، وشرحت فيه دليل الطالب كاملا. نبتدئ في التعريفات. في كتاب الحج المؤلف رحمه الله قال: كتاب الحج وهو واجب. فنبدأ أولا بتعريف الحج وتعريف العمرة. الحج معناه لغة القصد، وشرعا عرف بعدة تعريفات، من أحسنها التعبد لله تعالى بأداء النسك على ما جاءت به السنة. هذا التعريف أجود من تعريف بعض الفقهاء بأن الحج قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، لأنه غير مانع. فمن يقصد مكة للتجارة في وقت معين يكون قد قصدها لعمل مخصوص في زمن مخصوص. ولهذا في التعريف الذي ذكرت، وهو التعبد لله تعالى بأداء النسك على ما جاءت به السنة، هو الأقرب والله أعلم لكونه تعريفا جامعا مانعا. وأما العمرة فمعناها لغة الزيارة، وهذا المعنى اللغوي مهم، وأيضا يفيد في تقرير بعض الأحكام. مثلا مسألة المكي إذا أراد أن يأتي بعمرة لا بد أن يخرج إلى الحل خارج حدود الحرم حتى يصدق عليه أنه قد زار الحرم، لأنه إذا كان داخل الحرم لا يصدق عليه الزيارة، فإذا كان مجاورا للحرم لا يصدق عليه أنه زار. والعمرة هي الزيارة، ولذلك من كان في مكة لا بد من أن يخرج خارج حدود مكة، خارج حدود الحرم. من كان في الحرم لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم إذا أراد أن يأتي بعمرة، كأن يذهب مثلا إلى التنعيم فيحرم مسجد عائشة مثلا، أو يذهب إلى أي مكان من الحل فيحرم منه، لأن العمرة حقيقتها الزيارة. وحتى يصدق عليه أنه قد زار لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم. وأما العمرة شرعا فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. والحج والعمرة عبادتان عظيمتان من أفضل الأعمال الصالحة، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وظاهر الأدلة أن الحج يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، والذي ولدته أمه ليس عليه ذنوب لا صغائر ولا كبائر. بينما بقية العبادات تقتصر في التكفير على الصغائر دون الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم، إذا اجتنبت الكبائر. وهذا يدل على فضل الحج، وهو ظاهر القرآن. أعني تكفير الحج جميع الذنوب هو ظاهر القرآن، كما في قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي أنه يرجع من ذنوبه ولا إثم عليه، قد حطت عنه جميع الآثام. ومن تأخر فلا إثم عليه كذلك، سواء تعجل أو تأخر يرجع وقد حطت عنه جميع الآثام، لمن اتقى الله تعالى في حجه. ولذلك قال: لمن اتقى.
جاء في صحيح مسلم في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما أراد أن يسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فالحج المبرور يهدم ما كان قبله من الذنوب والمعاصي، وهذا يدل على فضل الحج. فإن قال قائل هل مغفرة الحج لجميع الذنوب تشمل ما كان متعلقا بحقوق الآدميين؟ الجواب لا، لا تشمل ما كان متعلقا بحقوق الآدميين. ما كان متعلقا بحقوق الآدميين هذه لا يكفرها شيء، تبقى لأصحابها يوم القيامة. ولذلك فحقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل. حتى الشهيد الذي باع نفسه لله ما كان متعلقا بحقوق العباد يبقى لأصحابها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين، لما أخبر بأن الشهيد تحط عنه جميع ذنوبه قال إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك آنفا. فكذلك أيضا الحج لا يكفر ما كان متعلقا بحقوق العباد. يقول ابن تيمية رحمه الله حقوق العباد من المظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. والحديث الذي يروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث عباس بن مرداس حديث ضعيف. طيب الحج يتميز عن بقية العبادات بعدة مميزات وخصائص. أولا الحج يقع مكفرا لجميع الذنوب كما سبق، بينما بقية العبادات تختص بتكفير الصغائر دون الكبائر. ثانيا الحج يصح من الصبي غير المميز، الطفل لو كان عمره سنة أو أقل أو أكثر يصح من الصبي غير المميز، بينما بقية العبادات لا تصح من غير المميز، ما عدا الزكاة هذه يزكى ماله، يزكى ماله وإن كان غير مميز. أيضا النية، فإن الإنسان لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه مباشرة. وكذلك لو حج وأطلق النية فإنه يصرف لما أراد من أنواع النسك. وأيضا من شرع في الحج وجب عليه إتمامه بخلاف بقية العبادات، فمن شرع في الصوم لم يجب عليه إتمامه، إذا كان الصوم تطوع لم يجب عليه إتمامه، بينما من شرع في الحج وجب عليه إتمامه فرضا كان أو نفلا. فهذه خصائص يختص بها الحج عن غيره. قال المصنف رحمه الله وهو واجب مع العمرة في العمر مرة مرة. أما وجوب الحج فهذا مجمع عليه، هو أحد أركان الإسلام الخمسة، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام. ومن أنكر وجوب الحج فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله. وهو إنما يجب في العمر مرة واحدة بإجماع العلماء. وأما العمرة فإنها مشروعة، واختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة على قولين. القول الأول أنها واجبة، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنها مستحبة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. القائلون بالوجوب وهم الشافعية والحنابلة استدلوا بحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجه وهو حديث صحيح، وأصله في البخاري، أصله في البخاري لكن بلفظ آخر. وجد دلالة قوله عليهن، إن هذا ظاهر في الوجوب لأن علم صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين، وإذا كان ذلك في حق النساء ففي حق الرجال من باب أولى.
وأيضا استدلوا بحديث أبي رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني الركوب على الراحلة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث ثابت مجموع طرقه، وقال عنه الترمذي حسن صحيح. فهنا قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالعمرة، والأمر يقتضي الوجوب، وقرن ذلك بالحج. وقد اختار هذا القول، أعني القول بوجوب العمرة، البخاري في صحيحه، وبوب عليه بقوله باب وجوب العمرة وفضلها. ثم قال وقال ابن عمر ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس وإنها يعني العمرة لقرينتها، يعني قرينة فريضة الحج في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. ثم ساق البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما القائلون بأن العمرة مستحبة وليست واجبة وهم الحنفية والمالكية، فقالوا لم يرد في الأدلة دليل صحيح صريح يدل على الوجوب، وإنما وردت أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة. وقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن العمرة واجبة لقوة أدلته، ولأن العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس، فلا يذكر الحج لو يذكر معه العمرة، كما أن الزكاة قرينة الصلاة. فالقول الراجح إذن هو القول بوجوب العمرة، وإن كان وجوبها أدنى من وجوب الحج، فالحج أحد أركان الإسلام الخمسة، بينما العمرة واجبة ووجوبها أدنى من وجوب الحج. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر. العمرة الأولى عمرته في السنة السادسة الحديبية التي صد عنها، والعمرة الثانية عمرة القضية فإنه قضاها في السنة السابعة، والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، والعمرة الرابعة عمرته مع حجة الوداع. وكل هذه العمر الأربع إنما وقعت في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة. وجاء عن ابن عمر أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداها في رجب كما في الصحيحين، ولكن استدركت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ابن عمر فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وهذا هو المرجع عند كثير المحققين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رجب، إنما العمر هو الأربع كلها كانت في شهر ذي القعدة. طيب هنا مسألة، أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن العمرة في أشهر الحج أفضل، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمره كلها إنما كانت في أشهر الحج. والقول الثاني أن العمرة في رمضان أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج، وذلك لقوة دليله، فإن حديث عمرة في رمضان تعدل حجة حديث صحيح، فهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأيضا صريح في 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 أن في فضل العمرة في رمضان. بينما القائلون بأن العمرة في أشهر الحج أفضل، غاية ما استدلوا به أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقعت في أشهر الحج. ولو افترضنا التعارض لوجدنا أن يعني دلالة القول أقوى من دلالة الفعل كما هو مقر عند الأصوليين، دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فعمرة في رمضان تعدل حج، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، كونه عليه الصلاة والسلام اعتمر في شهر ذي القعدة هذا من فعله، ودلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. وإنما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة ولم يعتمر في رمضان، لعل الحكمة والله أعلم أنه أراد أن يبطل اعتقادا كان موجودا لدى الصحابة ورثوه من
مما كان في الجاهلية، فإن قريش في الجاهلية كانت ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا المعتقد، ولذلك اعتمر في شهر ذي القعدة وأمر الصحابة بالعمرة، وحتى ولما تردد أمرهم أمرا لازما وقال افعلوا ما أمركم به. فالأقرب الله أعلم أن العمرة في رمضان أفضل. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن شروط وجوب العمرة، شروط وجوب الحج. قال المؤلف رحمه الله: وشرط الوجوب خمسة أشياء، يعني خمسة شروط. يقسم بعض الفقهاء شروط الحج إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول شروط الوجوب والصحة، والقسم الثاني شروط الوجوب والإجزاء، والقسم الثالث الشرط الوجوب فقط. إذا عندنا شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشرط الوجوب فقط. أما شروط الوجوب والصحة فهما شرطان فقط، وهما الإسلام والعقل. ومعنى كونهما شروط وجوب وصحة أنه لا يجب الحج على من تخلف فيه هذا الشرط، ولا يصح منه لو حج. فغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولو حج غير المسلم لم يصح منه. كذلك المجنون لا يجب عليه الحج، ولو حج المجنون لم يصح منه. وأما كون الحج لا يجب على الكافر، لأن الكافر لا تصح منه عبادة، قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وإذا لم تقبل منهم نفقاتهم لم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم. وإن كان أيضا الكافر معاقبا على ترك الحج، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، إلى قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. فحسبوا على ترك الصلاة، وإذا حسبوا على ترك الصلاة أيضا يحاسبون على ترك الحج وترك سائر الواجبات الشرعية. وأما شرط العقل فلأن المجنون مرفوع عنه القلم، قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق. إذن هذا هو القسم الأول، شروط الوجوب والصحة، وهما شرطان: الإسلام والعقل. القسم الثاني شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة، وهما شرطان: البلوغ وكمال الحرية. ومعنى كونهما شروط الوجوب والإجزاء أي أنه لا يجب الحج على من تخلف فيه هذا الشرط، ولكن لو حج صح وأجزأه، نعم صح، ولكن لو حج صح ولم يجزئه عن حجة الإسلام، ولكن لو حج صح ولم يجزئه عن حجة الإسلام. فالبلوغ هو شرط وجوب وإجزاء. فلو حج الصبي فالصبي لا يجب عليه الحج، ولو حج لم يجزئه عن حجة الإسلام. أما كونه لا يجب عليه الحج فلأنه غير مكلف، مرفوع عنه قلم. وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام لو حج، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا الحديث له طرق وشواهد متعددة، يقوى بمجموعة إلى درجة الحسن. وأما بالنسبة للرقيق لا يجب عليه الحج، لأنه لا مال له، وماله لسيده، الحج إنما يجب على المستطيع. لكنه أيضا لو حج صح ولم يجزئه عن حجة الإسلام، للحديث السابق وفيه: وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. ولكن يعني مع قولنا بأن الحج يصح من الصبي ولا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام، إلا أننا ننصح في وقت الحاضر ننصح بعدم حج الصبي، وذلك لأن تحجيج الصبي يلحق الحرج بالصبي وبوليه، وأعداد الحجاج الآن كثيرة، وأعداد المسلمين كثيرة، يعني عدد المسلمين ما يقارب 1.5 مليار، والحجاج الذين يحجون أقل من 1%،
يعني 1% من مليار ونصف تقريبا 15 مليونا. الذين يحجون الآن يعني ما يقارب مليونين في الظروف المعتادة، فأقل من 1%، يعني مليونين أقل حتى من ربع 1%. فينبغي أن تتاح الفرصة لهؤلاء الكبار، وأما الصبيان فالأولى عدم تحجيجهم، أولا من باب إتاحة الفرصة لغيره، ثانيا لأن الصبي يلحقه الحرج بالحج ويلحق الحرج كذلك بوليه، فالذي ننصح به عدم تحجيج الصبي. ثم ذكر المؤلف تفريعات على هذا القسم، قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزيان عن حجة الإسلام وعمرته، وقد بينا هذا. ثم قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزوا عن حجة الإسلام. إذا بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة أجزوا عن حجة الإسلام، أو وهكذا أيضا إذا عتق الرقيق، وهكذا إذا كان ذلك بعد الوقوف بعرفة لكنه عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. مثال ذلك الصبي يعني يعرف بلوغه بإحدى ثلاث علامات، إما بخروج المني يقظة أو مناما، أو بنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو ببلوغ تمام 15 سنة وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي نزول دم الحيض. لو أن واحدة من هذه العلامات خرجت من هذا الصبي قبل الوقوف بعرفة أو في أثناء الوقوف بعرفة أجزأه ذلك الحج عن حجة الإسلام. طيب لو كان في مزدلفة، في مزدلفة مثلا يعني فتاة أتت الدورة الشهرية وهي في مزدلفة، فهنا إذا 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 رجع هذا الصبي إلى عرفة قبل طلوع الفجر فيجزئه ذلك عن حجة الإسلام. وهكذا يقال أيضا بالنسبة للرقيق: ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، أي فلا يجزئه عن حجة الإسلام حتى لو وقف بعرفة، وعلل لذلك بأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف. ولكن هذا القول قول ضعيف، والصواب في المسألة أنه يجزئه حتى لو كان قد سعى بعد طواف القدوم، وعلى هذا فإنه يعيد السعي ويجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام. قال: وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. الطواف بالنسبة للعمرة كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج، فإذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل طواف العمرة فتجزئ تلك العمرة عن عمرة الإسلام، وعلى هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق. القسم الثالث من أقسام شروط الحج شرط الوجوب فقط، وهو الاستطاعة، وأشار إليه المؤلف بقوله: الخامس الاستطاعة. وهذا الشرط قد ورد منصوصا عليه في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. مع أن الاستطاعة شرط لوجوب جميع العبادات، وإنما خص ذكر ذلك بالنسبة للحج في الآية الكريمة لأنه يلحق الحاج مشقة كبيرة ونفقات وتعب، فنبه على هذا الشرط وأن غير المستطيع لا يجب عليه الحج. فهذا من باب التأكيد والتوضيح أن الوجوب إنما يكون على المستطيع. ثم فسر المؤلف الاستطاعة بقوله: وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك. فسر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، وقد روي ذلك في حديث لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مأثور عن بعض الصحابة. والزاد الذي تشترط القدرة عليه ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، وأما الراحلة فيشترط أن تكون صالحة لمثله إما بشراء أو باستئجار في ذهابه ورجوعه. وفي وقتنا الحاضر تفسر الاستطاعة بالقدرة على تحصيل أجرة الحج مع حملة حج أو شركة حج أو مؤسسة،
فإذا استطاع أن يجد أجرة حملة الحج فإنه يكون قادرا على الحج. فمثلا إذا كانت أجرة الحج مع حملة الحج هذه قدرها 10,000 ريال واستطاع أن يحصل هذا المبلغ فيكون مستطيعا للحج، يكون مستطيعا للحج في هذه الحال. لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره المؤلف، قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه، يعني لا بد أن يكون ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر تحصيل أجرة الحج مع حملة أن يكون زائدا عما يحتاجه. قال من كتب، هذا إذا كان طالب علم، لأن الكتب لطالب العلم تعتبر من الحوائج الأساسية لا يستغني عنها. ومسكن، لو كان عنده مسكن لا يلزمه أن يبيع مسكنه لأجل أن يحج. وخادم، إذا كان يخدم مثله لابد أن يكون هذا الفاضل فاضل حتى عن أجرة الخادم إذا كان مثله يخدم. أما إذا كان مثله لا يخدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الأصلية. وأن يكون فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله، أيضا يكون فاضلا عما يحتاج إليه من نفقة ونفقة زوجته وأولاده ومن تلزمه نفقته على الدوام، أي أنه يكون فاضلا عن هذه الأمور على الدوام. وقال بعض أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون فاضلا عما ذكره المؤلف على الدوام، وإنما يشترط ذلك إلى أن يعود، يشترط ذلك إلى أن يعود وليس على الدوام. فما ذكره المؤلف بشرط كونه فاضل عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وعن مؤونته ومؤونة عياله إلى أن يعود، هذا هو الأقرب والله أعلم، وليس على الدوام. طيب إذا كان على الإنسان دين هل يجب عليه الحج؟ نقول إذا كان هذا الدين حالا فيجب عليه أن يسدده ولا يجب عليه الحج في هذه الحال، فقضاء الدين مقدم على وجوب الحج، لأن المدين ليس له أن يتصرف فيما فضل عن حوائجه الأصلية في هذه الأموال، لأنها في الحقيقة ملك للدائن. فمثلا هذا إنسان عنده 10,000 ريال زائد عن حوائجه الأصلية ويطلبه زيد من الناس 10,000 ريال، فنقول ليس لك أن تذهب وتحج بهذه 10,000، هذه سدد بها هذا الدائن، إلا إذا ذهبت إلى هذا الدائن واستأذنته فأذن، لأن هذه 10,000 هي في الحقيقة ملك للدائن ليست ملكا لك، مستحقة لهذا الدائن، هي مستحقة له، واجب عليك شرعا أن تعطي الدائن هذا المبلغ. ولذلك تجد أن الدائن إذا علم بأن فلان قد حج وهو لم يسدد دينه يجد في نفسه عليه، يقول كيف يحج وأنا أطلبه دينا. لكن لو أن هذا المدين ذهب واستأذن هذا الدائن فأذن له فلا بأس. أما إذا كان الدين مؤجلا أو مقسطا ويغلب على الظن سداد هذا الدين إذا حل الأجل، كأن يكون له مصدر دخل مثلا، يكون له راتب شهري ودخل شهري، فهذا لا يمنع من وجوب الحج عليه، لأن كثيرا من الناس لا تخلو أحوالهم من ديون ومن أقساط، فهذه الأقساط وهذه الديون لا تمنع من وجوب الحج. إنما الذي يمنع من وجوب الحج هو الدين الحال، الدين الحال الذي لو حج لم استطاع أن يسدد هذا الدين، فنقول قدم سداد الدين على الحج. قال فمن كملت له هذه الشروط، وبقي شرط آخر وهو وجود المحرم للمرأة، هذا سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. شر المؤلف إلى مسألة وهي هل الحج واجب على الفور أو التراخي، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية وهي هل الأصل في الأمر أنه يقتضي الفورية أو أنه على التراخي. جمهور الأصوليين على أن الأمر يقتضي الفورية، وذهب الشافعية إلى أن الأمر على التراخي، والأقرب الله أعلم ما عليه الجمهور. وعلى ذلك فيكون الحج واجبا على الفور، واجبا على الفور. قال إن كان في الطريق أمن، يعني إذا كان الطريق آمنا،
قد كان في بعض العصور في الماضية تكون الطرق أحيانا غير آمنة، يكون فيها قطاع طريق، يكون فيها سراق يعتدون على الحجيج. طيب، بقي أن يقال كيف يكون الحج واجبا على الفور والنبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج ولم يحج إلا في السنة العاشرة من الهجرة؟ نقول إن الحج لم يفرض أصلا إلا في السنة التاسعة، على القول الراجح لم يفرض إلا في السنة التاسعة، لأن مكة كانت قبل ذلك لم تكن دار إسلام حتى فتح النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة، ثم جاءت فرضية الحج في السنة التاسعة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام تلك السنة، وإنما أمر أبا بكر على الحج لأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن تطهر من الشرك والمشركين، فقد كان المشركون يطوفون بالبيت عورات، فأرسل أبا بكر رضي الله عنه ونادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وكان أيضا في تلك السنة عليه الصلاة والسلام منشغلا باستقبال الوفود التي تفد عليه من أنحاء الجزيرة العربية لإعلان إسلامها، فاقتضت الحكمة أنه عليه الصلاة والسلام لا يحج تلك السنة السنة التاسعة، وإنما حج في السنة العاشرة. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن من عجز عن السعي، نفتتح به الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.